سلام وهيك، فيديو جديد معي انا شادي من الصين. اليوم احنا ما احنا جايين نجرب اكل، يعني تجربه مختلفه نوعا ما. في محل هوم بزنس من فلسطين بيسوي حلويات، فطاير، كعك القدس. هوم بزنس، انا اللي في راسي الهوم بزنس يعني عائله، ام وبنت وما ادري مين قاعدين في المطبخ في البيت يسووا هذه الاشياء. هنا الاب والاولاد كلهم مسويين بزنس صراحه، يعني رفعوا الليفل شويه. احنا اليوم جايين على هذا الصباح نشوف كيف يسووا الحلويات. يقال انا ماني متاكد من هذا الشيء، ان عندهم معمل ومخبز يسووا كل شيء طازج، فاحنا حندخل وحنشيك ان شاء الله. يعجبكم الفيديو؟ مش اعلان، بسم الله. اوه هذا هو، تعال تعال تعال. في اخر الصين تدخل كذا تحصل القبه، ما شاء الله في الصين. بسم الله. السلام عليكم. زهير العويت ابو ربيع من فلسطين غزه. حبيب قلبي، متشرفين فيكم والله. حبيب قلبي. كل هذه الاشياء تتسوى هنا، فاحنا ما حنجرب اول شيء. كله فريش يوم بيوم. احنا بنخاطبك كتراث فلسطين، هذا القرشله، الكعك المعمول، برازق. هذا البرازق طبعا مشهور عند اخواننا السوريين، اللبنانيين، الفلسطينيين، الاردنيين، زي الكنافه النابلسيه مثلا. في عندكم كنافه؟ طبعا كنافه نعمه، كنافه خشنه اسطنبوليه، كله موجود. لا والله والله اهلا وسهلا. لا والله، لا والله. سلام وهيك، معاكم شادي نشو من الصين. هنا الاساس والاصلي والباقي كله تقليد. من سنين وانا اسمع اطلب العلم في الصين، لما طلبت قالوا لي ليه رحت بعيد. بعيد عنيد، غريب، وحيد، نصيب، اهداف بجيب، الحلم موجود ما يخيب. في الصين في معملين او مصنعين للحلويات الشاميه، بسم الله وعلى بركه الله، سكر تايم. السلام عليكم، حياكم الله. اهلا وسهلا بالشباب، هذول اولادي محمد، ابراهيم، حمدان الجراح. السلام عليكم. التمر هذا عجبه عشان القرشنه اللي بالعجم. موسى مثلا معلم الحلويات برضه من غزه. بقلاوه حنجرب هون التجهيز. هنا بيسوي القرشله اتوقع. جوله بسيطه بعدين تفاصيل. بسم الله. هذه فتحت فينو الكرواسيه، ما الكرواسيه، الحاجات هذه. حلو والله، من عارف ايش هذا. تفضلوا نفرجيكم. اول شيء الخبز القدسي، مش مبالغه، اول ناس احنا اشتغلنا على مستوى الخبز القدسي اللي صوروا باس الحاج في فلسطين اللي كده دائره. تعال اورجيك شغل الخبز القدس عشان بدنا نخبزه. هاي الخبز الفلسطيني، هذا القدس طبعا، هذا من ضمن التراث الفلسطيني. هذا كله خبز قدسي؟ هذا فينو، هذا كعك قدسي. ايوه هذا كعك القدس، هذا محشي، هذا بيجي بزعتر. كعك قدسي بزعتر؟ زعتر طبعا، لان ما انت عارف يعني احنا بالنسبه للمملكه الفلسطينيه الزعتر شيء ضروري يعني. هذا ان شاء الله 15 دقيقه بالضبط بكون جاهز. ما شاء الله ما شاء الله، هذا بالزعتر، هذا بيجي تبارك الرحمن. انا ما اعرف فلسطين عندهم كروسو. هذا شوكليت؟ لا ما له، هذا شوكليت، هذا كله طازه اليوم، طازه هسه بتجرب. هذا زعتر، هذا جبنه. انا بدي اياك تديني رايك بدون مجامله. اعطينا. بسم الله ما شاء الله، محشي دائما. محشي ولا بس عشان بيشتغل في مجال الطعام لازم يكون كريم، اذا ما كانش كريم ما بزبط. كروسو زعتر، في زيت زيتون مع الزعتر؟ لازم يكون مع زيت زيتون. دوق شوكولاته. احنا قلنا نفطر شويه، ناخذ كذا خفايف بعدين نبدا في اللجبه القشطه. هذا انا عن نفسي هذا نمبر واحد في الحلويات. هذا يا معلم شغل فلسطينيه اللي حطيناه قبل شوي. كانك انت موجود في اي منطقه في فلسطين، سواء في القدس، في الخليل، في رام الله، في غزه، هذا الشغل. انا ما جربت الكعك القدسي قبل كذا فما بعرف ايش هو اصلا. ايش بيميز الكعك القدسي عن يعني عجينه عاديه؟ لا لا لا، الكعك القدسيه بتمثل يعني جزء كبير من الثقافه. فيها زعتر صح؟ في زعتر وفي بدون زعتر. انا طالع وجهي من هنا ما شاء الله، انت شامم الريحه، مش ببلغ لك ريحه الزعتر. الله، طلع شغل زي هذا وانت موجود في الصين، هذا في حد ذاته انجاز والله. اللي بيو عايشين اقسم بالله، اخواننا الصينيين الموجودين. الصينيين بشيء باين عادي، بس بتكون عارف حاجه واحده، انا اسف على مقاطعتك. الكميات اللي بنحطها على المخبوزات او على الحلويات هي احنا بنشتغل على الميزان. هذا كعك القدس انا اول مره الحين هاكله، ايش فرق؟ لا هذا هو يعني هذا سبحان الله له طعم خاص، نكهه خاصه. من انت تكون فلسطيني مختلف تاكل شيء من ريحه بلادك، فهذا الشيء من ريحه بلادك موجود. لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا انا اكلك، شوف انا بدلع المصور، انا دائما بدلع المصور. لو سخن اقضم قضمه. قول هذا مع الشاي. طعم الزعتر اللي هنا مختلف عن اللي هناك. هناك غير وهون غير. طعم الزعتر اللي بالفرن كذا مع الحرقه، يا ربي الله يخرجنا. مشغول هون في هذا المشغل، في هذا المكان، ايدي فلسطينيه 100%. كعك القدس وشاي. انا والله لسه قبل شيء اقول هذا ناقصه شاي. ثلاث انواع هذول حصريا، احنا اول ناس تقريبا بكون عندنا منتج داخل الصين، ايادي عربيه بايادي فلسطينيه هون. السكر اللي بالشاي ما يخرب على الطعم، اول شيء نتذوق بدون. الحمد لله رب العالمين، منتج يعني بنشتغله برعايه. الحين الطعم طلع. القرشله لما اكلتها بدون شاي صراحه يعني الطعم كان جاف كذا ما وصل طعم، لكن مع الشاي ينسون كذا ضرب 7 كيلو اقسم بالله. جميله، وسخنا الارض. لازم تذوق.
ما ادري ايش هذه الصراحه، بسكوت ولا قرشله؟ هذه بالعجوه، هذه بالعجوه، تمر سعودي 100% مش مخلوط اي شيء. مع الشاي الطعم بيختلف. هذا الصباح يعني فطور الصباح. المشكله انا افتتحتها باليانسون. هذه قرشله بالحليب. هذه العجينه فيها حليب ولا من جوا فيها؟ هي بالحليب، هي معجونه بحليب. انا الصراحه سيء بالحليب، ما عرفت. جرب البرازيل. تعال تعال يا ابوي. اوه والله هشه. استقبلوا اراء مختلفه. طبعا انا الصراحه بميل للبرازيل عند السوريين اكثر. قرشله باليانسون مع الشاي خرافي. اخواننا اللبنانيه تعون طرابلس سموها طرابلسيه. الحين طبعا حنروح نشوف البقلاوه كذا جو، بس قبلها يعني دامنا نتمشى في معمل ومخبز ومشركه ومطعم، ناخذ كاس شاي. والله ما عمري سويت فيديو كذا جوله معي شاي وقاعد اتمشى واشوف بقلاوه وكروسون وكعك القدس. بسم الله وعلى بركه الله. هذا شغل جوز، شغل اصول. هذه حتجربها بعد شوي صح؟ حلو حلو. انا ما بجرب الاشياء التازه. وصلنا الحين من البقلاوه، تعال ندخل الحين مكان المعمول. بداوا يسووا قرشله ولا معموله؟ هذا القرشله. تعرفوا انا خبره بالمعلومات وكل المعلومات كيس، لكن زي ما تشوفون عجين ما بعرف ايش العجين، سميد وما سميد. التمر السعودي هذه ترى الميزه، تضحيه من اجل المحتوى يعني لا تعلقوا، عارف ترى دقيق وكذا، بس يلا مش مشكله. مسؤول عن القسم هذا دبس التمر عشان يدي لمعه وشكل احلى في الفرن. ترى هذا اللي قبل شوي ذقناه اللي كان اربع صحون، يعني شوف ما شاء الله افضل المبيعات. اي حاجه في تمر سعودي مبارك. ايوب سالهم سؤال، انتم كيف تعلمتم الحرفه؟ لانه ما شاء الله العائله كلها نفس الحرفه. دقيق، حتى ابراهيم الصغير شوف ما شاء الله. يعني ما شاء الله من الصغير. هل تورثتوا هذا الشيء من زمان؟ يعني ابوك جدك؟ لا احكي لك الصراحه لا. هذول الماستر شيف ندخل هون في الصين منتجات، معظم المنتجات هذه اللي انت بتشوفها كانوا بيستوردوها من خارج الصين. العجين أيوة تمر عجين. تمر دائرات عاد هنا عند السويدات ما شاء الله. اول ما يخلصوا راح يخبزوا هذا الشيء. كنافه تايم. قرب 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 شوف ما شاء الله. السكوت في حرم الجمال يا جماعه. كنافه شاي شكرا. هذه قرشله باليانسون خرافيه. طبعا هذا الرجل اللي خلف الكاميرا. بس خلاص 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 كفايه. الجماليه ديال هذه هو انه كتعطيك واحد القابليه باش تحس كل مكون لوحده. والله خبري كناف، والله اني غلبان. بسبوسه بالقشطه، لا حول ولا قوه الا بالله يا كريم. واو دائبه لا تحتاج ان تسوي كذا. واو بلع. وهذا في الصين. اوف والله اوف. امبوسيبل امبوسيبل. هي حاليه بس ما ادري كانه ما فيها سكر، خفيفه صح؟ لذلك قلت له انه حتى الناس اللي ماردين بداء السكر ايه؟ يمكن ان ياكلوا حلوياتكم. لا بسبوسه هذه حقت امس لكن رائعه. زعتر اخضر، يعني حتى انواع المنتجات اللي بيستخدموها ما بيستخدموا كذا اشياء رخيصه، كلك ابيض والله ما شاء الله. شوف التضحيه كيف تبعت ايوب ما شاء الله. ايش هذا يا رحمن الرحيم؟ ما شاء الله ايش صدف هذا؟ الاتراك بيشتغلوا بس احنا فلسطينيين طورنا عليه. ايش سويتوا يعني؟ الاتراك بيشتغلوا بالفستق الحلبي، اشتغلنا فيها الفستق الحلبي وضفنا عليها القشطة. قللنا نسبة السكر، عند الاتراك نسبة السكر عالية جدا. يقول لك الفاصل التجربة. هي هواية بجي بمارسها يعني مجرد عمل. تفضل تفضل تفضل. قول استر يا ستار. الحين سخنه كثير فاذا اكلتها ما حقدر اتذوق طعم. الله هذا الحلى تبعي المفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش يا رب يا رب. ادراج الاحلام هذه بسم الله. سوف نستخرج حبه من الكولاج وانا اضعها مع الصدف عشان تبرد شويه. الاختراع تبعت موسى باشا. قشطه مش قشطه طبيعيه. يتجهزون حاليا وانا اكل الكولاج، ولو برد شويه حيكون احلى. شرفتونا وحياكم الله، شكرا كثير لكم.
بعد المباحثات جلسنا تقريبا نص ساعه نسوي تفاوضات عشان نسوي خصم. العرض هو كالتالي: هنعمل العلبه ب 110. اذا انت في ايو تعال المحل، اتوقع معروف صباح الشام، تقدر تعبي العلبه على كيفك، تبغى شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا ب 110. طبعا الكعك يكون معمول تبع العيد موجود. تواصل معاهم، حيكون عندهم عروض زياده، منتجات زياده، طبعًا حلويات طبعًا زياده، عندهم كنافه، عندهم بسبوسه، عندهم بسكوت. معلومه صح ما قلتها في الفيديو، اسم صباح مهم جدا لانه اسم والده ابو ربيع، لهذا السبب اتوقع انه المشروع فيه بركه يعني. بس لهون كنا وصلنا في الفيديو، عجبكم ما عجبكم ان شاء الله عجبكم، لا تنسوا تضغطوا الفيديو لايك وشير القناه. نشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم، سلامنا. كل من وراك هو بينبش، تقدم عنهم بتشوف ايد اللي علمت ظهرك ايدي خربش، كله بدي يشوفك توقع، ايش تتوقع لما توقع؟ لا تتوقع مساعده ترفع.